السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما معكم بالعلم متجه الناطق الرسمي لعصبة الدار البيضاء الثقافية والرياضية، ونحن نتواجد عند أحد أبطال جمعية ملتقى الطونديم وردان الرحماني عبد اللهوي ضمن مسابقة مدينة إمين تانوت، والأبطال ديالنا كيعنوا بالأوائل سواء جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل عصبة الدار البيضاء الثقافية. نشوفوا الأبطال ديالنا كيفاش شاهدوا المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالكم في هذه المسابقة. الأخ وردان السلام عليكم. السلام ورحمة الله. العيد مرحبا بك. كيف قلت؟ لأن دازت تلقى مزيانة، كان فيها الصعب بزاف، وما تلقوا إلا بواحد مشقة الفوز، لأن كانت واحد دراسة داروها الدراري تبارك الله عليهم ديال المكتب ديال العصبة، باش قرروا أنهم يتلقوا هاد التلقى وصيفطوا الناس اللي تما، منهم السي سمير غرفان، منهم الناس اللي هما كيعرفوا في هاد الشيء، مشاو تما بالمساعدة ديال لي كونفويور الله يرحم ليهم الوالدين كاملين. كيف قلت انا كنعتبرها جمعيه وحده، ماشي بيضاويه، ماشي ملتقى، ماشي حي الحسني، ماشي النخبه، كل هذه كتسمى جمعيه وحده. وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، والله يرحم لهم الوالدين. والتلقى راه دازت تبارك الله صعيبه، لان كانت حراره مفرطه، والحمام دار واحد المجهود تبارك الله. كيف كتشوفوا تحسنات السلاله تبارك الله ديال الحمام ديال هاد الفيتاز ديال الفوق، جا في واحد التوقيت مزيان والحمد لله. الحمد لله. وكان بعض التخوف من بعد المشاركين الاخ وردان. تخوف كبير، لان سي نورمال الناس كتخاف على الحمام، راك عرفتي الناس شحال كتضحي مع الحمام هادي، وزياده على ذلك الناس كيبقى فيهم الحمام، لان ما يمكنش تضيع عاوتاني حمامه بيتمو ما جاتش، خاص تلقى في واحد لي كونديسيون ديالها باش حتى هي تسابق. وهذا الشيء راك عارفين الجو ديال المغرب راه هو هذا، مرات كتكون الشمس مرات يكون بارد هادي، ولكن مسابقات القاصحين راه تيدوزو بحال هكا، لكن مزيانه نيت الحمام اللي جا وخرج داك الشيء، باش ان شاء الله في المسابقات الجايين يكون مهيئ بعدا. لان شفتو كاع المسابقات اللي دازو ديال الفيتاز، دازو زعما عاديين، كانت فيهم الشتاء، كان ما كانش الصهد، ما كانش الفونت فاس، ما كان هذا الشيء. كنقول لك ماشي يعني خص يكون الفونت فاس، ولكن عاد كتكون تلقى ستابل باش الحمام يتسابق. داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين الاخر راشد، حتى توقيت الاعلان بتسريح الحمام كان زوين شويه. ديال الحمامه ديالنا حنا كان مزيان، كان مع 11 و15 دقيقه و 0.8 ديال التوقيت، 0.8 يعني جات تبارك الله في توقيت زوين. ها هي الحمامه، هي هذه الحمامه الاخ الاخوان ديالنا كما كتشاهدوا معنا في الصوره ديال الحمامه المعلن عند الابطال ديالنا الطونديم وردان الرحماني العبد اللهوي، ابطال عن جمعيه ملتقى الابطال، وفي توقيت جيد بالديكلاراسيو في هذا المسابقه ديال مدينه امين تانوت. وبالنسبه للاخ الطونديم ديالنا شحال من حمامه تقريبا؟ لا هذاك التوقيت اللي قلت لك جات فيه حمامه وحده، ومن موراها حتى 24 عاد بقاو كيجيو 24 25 26 الحمام ماشي ما دخلش. انا ماشي الحمام كله جا ولا باقي شي حاجه؟ لا باقي شي حاجه مكتوب على الله، راه بقات شي حاجه، لان الحمام اللي فات الثلاثه يعني سخن عليه الحال بزاف، شتي من مورا 12 يعني جوج وثلاثه كان الجو حار بزاف، بقات شي حاجه قليله ماشي بزاف، راه هذه هي الولاعه، راه الحمام تيمشي تيبقى داكشي اللي كاين. الاخ الرحماني كيفاش شتي المسابقه وانت كتحضر مع الطونديم ديالك؟ كيف استقبلتي الحمام؟ واش الحمام دخل بكثره ولا جا كما تيقول مثلا جا حبه حبه كما كيقول المثل المغربي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبالنسبه للاجواء ديال المسابقه راكم عارفين الجو دار شويه قاصح، فهمتي، وما توقعناش الحمام غيدخل في هذاك الوقت. هذاك الوقت الصراحه الحمام جرى، ما توقعنا غيدخل في هذاك الوقت. وبالنسبه للاستقبال ديال الحمام كانت صراحه كان ديفيرونس، كانت حبه حبه. اي حبه حبه ما بين، واني ماشي بزاف، بعد الثواني ماشي بزاف، بعد الثواني من بعد بزاف دقيقه ما بين الحمام، ما جوج دقائق، فهمتي، ماشي بزاف. ولاني الحمام راه دار واحد المجهود زعما، تبارك الله، على حساب الظروف المناخيه هي اللي خلات يجي حمام. ما كناش كنتسناو غيدخل في هذاك الوقت. داكشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم، مبروك عليكم ثانية الطونديم ديالنا وردان الرحماني العبد اللهوي. وبالنسبة إذا كان ممكن الأخ رشيد بالنسبة للسلالة ديال الحمامة، إذا كان ممكن الحمامة
طباها واحد ذكر هو ألماني ديال درابا، طباها راه 100% درابا. ومها ديال ليو هيرمانس، ليو هيرمانس مع البانديك، مع البانديك سلالة جيدة. عندك شي إنجاز سابق العام اللي فات؟ تبارك الله، هذه حصلت على واحد الرتبة جيدة من الأولين اللي دازوا في تانكانت، ضربت جائزة جد ممتازة في تانكانت العام اللي فات وصافي. ودابا كيف قلت لك، دابا راه في هذا الوقت، دابا راه هاد المسابقة اللي دازت راه الحمام لا كان مطريطة مزيانة، سيرتو على لا ريسبيراسيون تريكومونوز، الحمد لله يدخل. راه اللي ما جاش راه ما عرفو، راه ما جاش. تبارك الله، مبروك عليكم الاخوه ديالنا. وكاين شي بريباراسيون في هذا الاسبوع؟ درتوا شي بريباراسيون مزيانه واستعدادات ديالكم ضمن هذه المسابقه ديال ايميتالوت؟ بريباراسيون ولا بد، انا ما خدمتيش مع الحمام راه ما تسناش هذيك النتيجه. واش كل مسابقه عندها بريباراسيون ديالها ولا كل شي بريباراسيون؟ كل مسابقه عندها بروغرام ديالها، عندها بريباراسيون ديالها ولا بد. داكشي اللي كاين راكم عارفين، الاخ وردان كل مره كيجبد لك شي كل اسبوع وبروغرام بحال يلعب مع شي فرقه ياك. كل اسبوع كتشوف الجديد، كل اسبوع كتشوف الجديد ضروري. وما نساوش الاخ عبد الرزاق، حتى هو موفر لينا كلشي الصراحه ديال اي حاجه بغيناها كتحضر. الصراحه كلشي موجود، كلشي موجود. الله يسخر انت موجود، هذاك الشيء اللي كاين امام موجود، كلشي موجود، لوفت موجود. سي بالعيد دابا راه العام اللي فات كان الاخ عابد الله يذكره بخير، الصديق ديالي الاخ ديالنا، كان حتى هو معنا كان بريباري وكنوجدو. دابا هاد العام هادي راه نحمل واخا كوك ثقيل على هاد السيد، لان انا خدام ما تنساليش بزاف وداك الشيء، دونك راه الله مسكين هو اللي بقى بال يعني تنجي نعاونو شي شويه، راه هو اللي بقى بال ترجع لي حتى هو الفضل. كنا مع هو راه صديق ديالي قديم، كنعرفو من القديم وداك الشيء، ودابا يلاه بدا تيتادابط مع الحميمات ومع اللوت مع الوقت ومع داكشي اللي كاين. ان شاء الله من هنايا العام الجاي يكون خير، يكون ان شاء الله داكشي اللي كاين. مبروك عليكم الاخوان ديالنا الطونديم وردان العبد اللهوي الرحماني، ابطال عن جمعيه ملتقى الابطال وابطال عصبه الدار البيضاء الثقافيه والرياضيه. الاخ وردان قبل ما نغلقوا هذا الفيديو، كاين اخر كلمه بالنسبه لكم واستعدادات ديالكم للمسابقه ديال مدينه اركانه؟ شوف استعدادات راه اي واحد يستعد. دابا الحمام جا، خاص الحمام يريكيبيري دابا وياخذ داكشي ديالو ديال ريكيبيراسيون، وتحاول معاه بشويه بشويه تتوجدوا للمطبخ ان شاء الله. راه انت عارف هذاكشي اللي كاين، انا من قديم الزمان هذاكشي اللي كاين. ولي تذكر الاخوان وردان هو اللي بنى لي بهذ الهوايه ديال الحمام الصباط، نخليو ليه الكلمه. الاخ بالعيد راه انا تنعرفو من 1992، كان خدام معايا الاخ بالعيد. واو ديك الساعه كان هو داير الحمام وشاف عندي البيغان في السوارت ديالي، قال لي واش داير الحمام؟ قلت ليه اه، هو يقول لي راه انا كنت داير الحمام ملي كنت صغير وداك الشيء. قلت ليه صافي، صوب في الشجنه صغير، صوب في الشجينه نعطيك الحمام. فعلا صوب في الشجنه ودار واحد الشجنه صغيره، عطيتو الحمامات ديالي اللي عندي قسمتها انا وياه، عطيتهم ليه صافي. وبقينا كنتحاوروا انا وياه من تما، مسكين هو يبدا يلعبوا. دابا راه تيقول لي انت اللي دخلتيني لهاد البليه ديال الحمام، حنا كبرنا دابا داكشي اللي كاين. والحمد لله حنا باقيين ديما اصدقاء وخوت، بلا طمع بلا حسد بلا والو، المحبه كاينه لله، وراه حنا غنبقاو غادي نكبروا حتى نموتوا وهادشي اللي كاين. والاجيال القادمه تليد وغندوا معنا على الخير. داكشي اللي كاين. كنشكركم الاخ وردان، كنشكروا الاخ الرحماني، كنشكروا الاخ العبد اللهوي على حسن الاستقبال والضيافه، وحبينا في البيت ديالو وفي المنزل ديالو. وكما كتشاهدوا معنا، هذا هو اللوفت الجيد بالنسبه لهاد الابطال هادو، ابطال الطونديم وردان الرحماني العبد اللهوي ابطال عن جمعيه ملتقى الابطال. وكما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذه هي المساحه المحيطه باللوفت ديال هاد الابطال ديالنا الطونديم الرحماني وردان العبد اللهوي أبطال عصبة مدينة الدار البيضاء الثقافية والرياضية. وهذا كل ما يتعلق عند أبطال من هذا المنبر. كنشكر جميع الإخوان ديالنا اللي كيشاهدوا معنا هذا الفيديو المباشر مباشرة من اللوفت ديال الطوندي موردان العبد الله والرحماني. ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأبطال المغاربة اللي كيشاهدونا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب. إلى هنا نستودعكم الله، وفي أمل اللقاء بكم مرة أخرى ومع بطل آخر، في أمل الله.